السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الوقت الفارغ ديالنا في رمضان نجيب السحور، احنا كي جاكم كاسونا فيها، لكن ما كتشوفوا ملامح الحضر الرجال ديالك كامل كيعي طلع الدم خلوة الأول عصب جعفر، هذا كيعبر على الإحساس ديالي في الساعة هادي. بصراحة نورمالمون في رمضان كتكونش عندي الطاقة تقدر تنقال ما يبغيش يموت الفار دا كان يمشي يعني ساعتي كيفاش تبقى كتعرفونا حنايا غادي احنا دابا كيما قلنا لكم هذا الفيديو عفوا على الكاعية في شوارع ميتين طالع لبت الكاعي باش كيساليكم ضربنا الواحد ضربني بالدرب وجبرتيها الصديق الوافي هي الحبيبة الريشة. أذكر ديك النهار مرة ما ربيها مرة 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 ربيها خيس مرة كاميونة مرة وصراحة بيني وبينكم مكاينش شي الوقت اللي غادي ميضيعوش شي الوقت اللي غادي تضيعو راه أنا كنبقى مكذبش عليكم استراليا الدراري اللي كتزورو دائما في قهوة كتقول الوقت كيقول كان يعني دي صوبة الواحد. أنا كنصح أي واحد يقرأ الحمد لله ما كتشوفوا التليفونات كيفاش عندنا الحاج يوتيوب لايف لا يقبل العمل ديالو يعني يقدر بنادم يقرا بزاف ديال الحاجات سيرتو في هاد المسائل ديال الفن اللي هي كتوسع الخيال الواحد وهي كتنمي الذكاء ديال الواحد فهمتي كيفاش وعلينا كما كتشوفوا هنايا استخدمنا بهاد الوقيت هذا شويش صحنا انا من بعد الان ثيرابي الدماغ ديالنا خرجنا من العالم ديالنا المشاكل ديالنا كل واحد فيش ما خاطيه المشاكل وانتم كتشوفوا كيف جاكم هاد اللوحه هادي اللي اول حاجه استفدنا كما قلت لكم استفدنا من الثيرابي ارتحنا شويه وحاولنا نخلقوا شي حاجه احسن ما نمشيو تقول ما عنديش الوقت ما نمشيو نضيعوا الوقت نضيعوا بنادم كيحاول يعمل شي حاجه يستفد منها ليلو روحانيا ويحاول يعطي شي حاجه وكيقرا وكيتكون وان شاء الله بوكو بابا انتما كيما كتشوفوا حنايا ما تقربش لينا شي حاجه بزاف يعني ماشي العالم العلم هو بحر يعني كان فتقا كنضربو الوقيات في هذا العلم هذا في هذا العالم هذا المكان وان شاء الله كنتمناو تكون انت عجبتكم وتشجعونا باللايكات ديالكم وكذا باش مرة نعطيوكم شي حاجة هاد المرة جات في الراس مرة اخرى ان شاء الله شي بيا خيل ولا شي ميراجان ولا شي ولا شي جوطيه ولا شي معامله دمره بالدار كنعرفونا انا كنحاول نعطيو شي حاجه تختيله في التنوع وشي حاجه الرابطي كنشجعو عليه وهذا ما كان هالي تحياتي شكرا مصطفى كي بغيكم وفيفا دائما راقي دائما.